طبعا أيضا من الأشياء اللي يقولها الحوثيون أنه نحن لسنا مخلب إيراني، نحن حزب مكون يمني. هل فعلا يقول نحن لا نأخذ دعم من إيران، يعني ولسنا يعني عميلا لإيران أو ننفذ أجندة إيران في المنطقة؟ أنت كيف تعلق على هذا؟ وأيضا قضية الشعار، هم عندهم شعار شهير يقول لك الله أكبر، الموت لأمريكا، إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر على الإسلام. إيش دلالات هذا الشعار وتقاطعها مع الفكرة الإيرانية في هذا الموضوع؟ بالنسبة طبعا الحوثيين هم ينفون أنهم يتلقون أي معونات من إيران، وهذا سلمك الله يعني مثل اللي كذب الشمس يقول الشمس في رابعة النهار يقول أنه ليل ما هو شمس. هذا تقارير وبواخر ضخمة ضبطت، وألقي القبض على هالبواخر وأدخلوا السجون وفي التحقيق، والدول الغربية مدركة لكل هذا وتعرف أن السلاح يأتي من إيران، وأن الدعم المالي الضخم الهائل، وليس بس إيران، حتى وكلاء المرجعيات في الخليج العربي يدعمون الحوثيين. فيه مال خليجي يدعم الحوثيين؟ مال خليجي يخرج من مدن الخليجية يحارب به أبناؤنا. مين؟ قد تكون الرصاصة التي أطلقت في صدر الشاب المالكي المرابط قد تكون خرج مبلغ الرصاصة من القطيف أو من الكويت أو من البحرين. الخمس يجب أن يسيطر على موضوع الخمس. كيف يسيطر؟ وأن لا يذهب إلى المرجعيات، فالذين يدعمون الحوثيين المرجعيات في النجف وقم، بالإضافة إلى إيران. أنت طالب السيطرة على الخمس، من اللي يسمح السيطرة على الخمس؟ دول الخليج. دول الخليج هذه قضايا أمن دولة، الآن البلد في حرب وهؤلاء يدعمون أعداء البلد، وتخرج الأخماس بمئات الملايين من خير هذا البلد ليحارب بها أبناء البلد. فالآن يجب أن يكون هنالك تدقيق وضبط لهذه الأخماس مثل ما ضبطت الزكاة في دول الخليج. هذا ما جتايته ما خطيرة يعني. وين تروح الأخماس؟ ممكن أنت تقول أن تروح المرجعيات مثلا في إيران، لكن تدخل شيء اليمن. الموجودين في السعودية وكلاء لمراجع كبار يأخذون الثلث من المال، والثلثين يذهب للسيستاني أو يذهب للخامنئي أو يذهب ما لهم إلا الثلث يتصرفون فيه هنا، أما الثلثين فيذهب إلى هناك المرجعيات، وهذه المرجعيات تمول قتل أهل السنة، تشتري به سلاح يقتل به أهل السنة في سوريا وفي اليمن وعلى الحدود السعودية. فيجب على الدولة، كل الدول الخليجية الآن، أن تضبط موضوع الأخماس التي تخرج من شلون تروح تحويلات مالية سرية، في مثل ما ضبطنا الجمعيات الخيرية ودققنا فيها ويدقق في هذه الأموال.